ظهر بلباس ابيض وينطلق اللقاء في الحين. قلت اتحاد مناجم الحراش امام جمعيه الكترونيك تيزي وزو بلباس اصفر اللي تهاجم من اليمين الى اليسار. هذا اللقاء اللي يدخل في اطار اليوم 16 من البطوله الوطنيه. مزياني في محاوله دخول مدان المنطقه، تبقى الخطوره بين مزياني ومدان، وتخرج الكرة كما يمثل كل او يمثل فريق مناجم الحراش في حراسة المرمى. النوري رقم 2 سريم، 3 كراز، 4 بشوش، 5 حربي، 6 افتيسان، 7 لونسي، 8 بن عمار، 9 جزار، 10 مزياني و11 مدان. في قائمة الاحتياط نوجد كل من بن بوتجه رقم 12، 13 الغول، 14 سجي، 15 ولد الحاج، و16 الحارس الثاني عماري. المدربان سيد جواد ورمضاني يمثل الجمعية. هذا ركنية لصالح مناجم الحراش على يسار الحارس عمارة، وتخرج الكرة. الجمعية في حراسة المرمى، عمارة رقم 2 صدمي اللي يعود بعد إصابة اللي بعدته عن الميدان مدة طويلة. صدمي رقم 2، 3 رحموني، 4 حفاف، 5 دقيق، 6 عبد السلام، 7 بن قاسي، 8 فرقاني قائد فريق، 9 بويش، 10 بحبوح، و11 جبار. في الاحتياط رقم 12 فتل الحارس الثاني، 13 لاربيس، 14 لاجاج، 15 ولد عامر، و16 بن الحسن. مدرب سيد خالف و زيبوتو. من جانب الجمعية من اللي ما يشاركش في هذا اللقاء بعد إصابة، أما من جانب الحراش فغياب كل من مذكور وبوخدار. وهي القذفة هذه والحارس النوري. جمهور غفير يحضر هذا اللقاء، قلت لقاء هام نظرا لوضعية كل فريق الجمعية اللي تحاول من جديد بعد الانطلاقة السيئة نوعا ما، وكذلك التعادلات اللي التعادلات الأخيرة هذه تحاول الخروج بنتيجة لوصول أو للعب الأدوار الأولى وطموحة لبطولة الموسم. أما الحراش اللي تعاني بمحاولة من مزياني والحارس عمرة، قلت الحراش اللي يعاني منذ بداية الموسم، يحتل المرتبة 16 أي ب 11 النقطة. الحراش اللي ربما رغم العناصر الشابة والعناصر البارزة يبقى يعاني في بداية هذا الموسم. التحكيم سيد عثمان بمساعدة كل من نفوسي وصفا. خمس دقائق لعب، النتيجة 0-0 بين اتحاد مناجم الحراش اللي قلت يهاجم من اليسار الى اليمين بلباس ابيض. تماس لصالحو مزياني اللي ما يوفقش فرقاني. محاولة من بن قاسي على الجهة اليمنى وتدخل دفاع الحراش. الربي اللي منعته يلعب في وسط الميدان، ونظرا لغياب مذكور مدافع الحر وكذلك بوخدار يلعب اليوم الربي في وسط الدفاع. جميلة من مدان، والضربة المقصية لحفاف. اخر مقابلات بالنسبة للحراش، كان انهزم فريق الحراش بغليزان ب4-1، نتيجة ثقيلة امام فريق غليزان. ثم تعادل بملعب 5 جويلية امام وفاق سطيف بنتيجة سلبية 0-0، وفي لقائه الاخير كان تعادل كذلك نتيجة تعتبر إيجابية أتى بها الحراش من قسنطينة أمام
ميكانيك قسنطينة بهدف لهدف. بن عومة تظل يرجعها لحرابي، ويلة من حرابي اتجاه مزياني وتحفف جزار دار لعب سابق في برقي بلدية برقي. فرقاني هاي فريق الجمعية، الجمعية اللي تحتل المرتبة الخامسة ب 17 نقطة. عبد السلام وحاولة والدفاع، دفاع عن طريق سريم، إرادة من جانب الطرفين خاصة في وسط الميدان، وسط الميدان اللي نوجدوا فيه من جانب الحراش لاعب مزياني، وكذلك افتسان إلى جانب بن عمر، ومن حين لآخر مدان ليدخل وسط الميدان بشوش لحارس النوري. سبع دقائق لعب، النتيجة 0-0 بين اتحاد مناجم الحراش وجمعية إلكترونيك تيزي وزو. مدام اللي ما شاركش في لقائي المنتخب الوطني، كان أصيب كذلك الشاب مدان، واليوم يعود. شوف المزياني كيف يفتش ما بشوش لسري ما يوفقش. لونيسي الشاب لونيسي 20 سنة وصلي صبح يلعب دور رئيسي. شوف الانطلاقه هذه من لونيسي لمزياني ويضيعها. فرقاني وتهدئة اللعب بنقص تجاه بويش، بويش اللي ما شاهدناش كثير، شاهدناش كثير في اللقاء منتخب الوطني امام كوت ديفوار. هذه الانطلاقة من مزياني اتجاه مدان في محاولة، شوف فردية والدفاع، شوف في جمع، تبقى الخطورة من لونيسي قوية والحارس كانت جميلة من مدان ثم لونيسي والحارس عمارة. حماس كبير يسود المقابلة هذه، هذا نظرا لأهميتها. مدان مزيان تفاهم كبير بين مدان ومزيان، شوف انطلاقه سريعه وهوب خطه هجوميه من جانب الحراش. عمري وين وتخرج الكره خارجه خط هجوم الحراش اللي ينطلق انطلاقه سريعه. خط هجوم الحراش ليحتل المرتبة التاسعة، سجل 12 هدف. أما خط هجوم الجمعية فيحتل المرتبة الخامسة وكان سجل 18 هدف. حتى بشوش تصدي لهذه الكرة، حرابي سريم مزياني، فتحة من مزياني اتجاه مدان عالجهة اليسرى، مدان متبوع بصدمي، يفتح مدان والخطورة وعمارة تردد نوعا ما الحارس عمارة. الفتحة لمدان
الراس كذلك شاب 22 سنة يصبح يلعب كذلك دور رئيسي كمدافع أيسر في صفوف الحراش. أدغير اللي كان تلقى بطاقة حمراء أمام برج منايل بتيزي وزو، بالتالي البطاقة أدت به عدم لعب اللقاء. تسلل واضح، تسلل واضح يشير له وساعد الحكم نفسه. قلت أدغير اللي ما شاركش في اللقاء الأخير نظرا للعقوبة اللي تلقاها أمام برج منايل. واليوم يعود اللاعب أدغير المدافع الحر للجمعية. ناش دقيقة لعب، نتيجة 0-0 بين مناجم الحراش والجمعية. أدغير مرات مع عبد السلام، ويلة اتجاه جبار، ويلة من جبار دخول المنطقة والدفاع عن طريق سريم. ابتسام نفسه وسط الميدان، شوف الطريقة للمرة الثانية يستعملها دفاع الجمعية، وهي الخروج بكل سرعة من المنطقة وبالتالي صرف خط هجوم الحراش في وضعية تسلل. المرة الثانية طريقة ناجحة إلى حد الآن. حفة بأدغير. إسلام أتوفش الكرة. عبد السلام قد فاق. أوه كانت قوية من عبد السلام. الفرصة يضيعها عبد السلام بعد القذفة هذه في مخادعة الحارس النوري. رحموني لفرقاني ثم رحموني. تمريره من فرقاني ما يصحش، تمريره ذكيه اتجاه بن قاسي. بن قاسي اللي كان لعب لقاء وبرز فيه اللقاء امام برج منايل كمهاجم ايمن. ابتسام جاه بن عمر ثم الجزار. الجزار قلب هجوم الحراش وهداف الفريق، 6 اهداف، 6 اهداف بالنسبه للجزار مدان على الجانب. تبقى الخطوره، شوف المراوغه هذه من مدان جميله من مدان حيث يراوغ اللاعب رحموني ويدخل عليه، ومخالفه لصالح مدان او صدمي، كان صدمي على الجهه اليمنى. مرافقة من مدان يدخل صدمي ويتسبب في مخالفة، مخالفة على يمين الحارس عمارة. دا 15 دقيقة لعب من الشوط الأول. محاولة القذف بكل قوة. صادبي بن قاسي اللي فضل يرجعها لورا لحفة. ويلا الربي ثم بن قاسي. المحاولة هذه من بن قاسي متبوع بكراز
ثم بن عمر. شوف الذكاء للاعب مدن من حين لاخر يستعمل المراوغات وكذلك الفنيات المعتبره اللي يتميز بها الشاب مدن. الفنيات الفرديه كذلك الشاب مدن مزيان وإلى اتجاه مدن. شوف التفاهم كذلك والانطلاقه. شوف اللعب كذلك متمركز على الجهه اليسرى وين موجود مدن. طريقه ناجحه وانطلاقه سريعه في بدايه هذا اللقاء. هوا ابتسم قدمي ومخالفة لصدر. مزياني وتدخل حفاظ بحبوح. بحبوح اللي ما شاهدناش عادته. بحبوح يتحرك كثير. ربما هذه بداية فقط. أدخل عبد السلام صار ثم رحموني. فرقاني ثم أدغيخ في محاولة سب لاعبين إلا أنه دفاع وكذلك وسط الميدان مناجم الحراش. يبقى صامد وينطلق انطلاقة سريعة نحو الهجوم خاصة على الجهة اليسرى. لونيسي يبقى لاعب مدان استعمال الفنيات الفردية ويضيع. كان من الأحسن تمرير الكرة لرفاقه هذه المرة. حفاظ جاه صدمي. عبد السلام يتحرك. عبد السلام في وسط الميدان. عن عمر ويلة اتجاه مزياني. اللي ما يوفقش في بعد وجوده أمام لاعبين اثنين حفاف وأدغيق. 20 دقيقة لعب. النتيجة 0-0. الراش اللي هاجم من اليسار اليمين ببذلة بيضاء أمام الجمعية بلباس أصفر. فنيات لا بأس بها بعد 20 دقيقة لعب. إرادة من كلا الطرفين. رحموني جبار. رحموني
حول عجل يسرى لانه الكره تخرج في الاخير للحارس نوري. حارس نوري اللي لاعب او حارس سابق في صفوف رايد صلب القبه. من الحراش اللي اصبح يلعب في صفوف الجمعيه، شاهدوه اليوم في قائمه الاحتياط. نوري يعوضوا في مناجم الحراش. مزيان يعجل يسرى، مزيان اللي مدان كره ضايعه. خلطة من حفاف لونيسي، ويا من لونيسي، كان كاد لونيسي خدع الحارس عمارة بعد الغلطة. الغلطة من حفاف، شوف تردد من حفاف وكيف يستغلها لونيسي. شوف الإعادة، غلطة من حفاف، شوف لونيسي بكل قوة تخرج الكرة بعد سنتيمترات بعيدة على مرمى حارس عمارة. سوى 20 دقيقة لعب من الشوط الأول. مدان، شوف مدان كذلك اللي من حين لآخر نوجده في وسط الميدان. انطلاقة من مزيان يعجل اليمنى اتجاه سليم اللي يضيع. وفي الأخير الحارس عمارة. نذكر انه اللقاء الاواسط اللي كان يجرى امام نجم الحراش والجمعيه انتهى لصالح الحراش بنتيجه هدف لصفر. لقاء كان شيق للغايه. الجمعيه اللي تحتل المرتبه الاولى بالنسبه لبطوله الاواسط، والحراش كذلك لفريق الحراش اللي يحتل المرتبه الثالثه. اما المرتبه الثانيه فتعود لجمعيه كيمياء وهران. لونيسي سلبيات من حين لاخر ما تفتيش بنتيجه، خاصه وانه دفاع الجمعيه يتمركز ويجمع ادغير. بحبوح لي غير ما تشوف الانطلاقه هذه من الجزار ثم ادغيغ لحارس عمارة. قلت بحبوح يشوف كذلك يغير المكان، ربما ما وجد صعوبه في الوسط وسط الميدان. الى حد الان الكره تستغل من طرف بن عمار، افتسان وكذلك مزياني ومدان من حين لاخر. مدان شاف كراج فتحه وحفل لونيسي، الى من لونيسي اتجاه المزياني، قوية رايعة رايعة من مزياني. المرة الثانية يهدد فريق الحراش، وهذا بعد 25 دقيقة لعب. المرة الثانية يهدد قلت خط هجوم منازل الحراش الحارس عمارة بعد القدفة القوية من لونيسي. مزياني بدوره يشوف الإعادة و الجمهور الغفير اللي يشجع فريقه. أدريغ في محاولة تهدئة اللعب، وهذا نظرا ل الفرص والخطورة من حين لآخر اللي تعمل
من طرف خط هجوم الحراش. صدمي بن قاسي الجهة اليمنى يفتح بن قاسي ودفاع. شوف التردد، تردد من ابتسام. امطار صالح النوري حارس مرمى مناجم الحراش. حرابي ما يوفقش في تمرير الكرة لسريم. ادغي رحموني في تنفيذ التماس. مجاني طويلة ولكن موجودش قلب هجوم الجزار. ينطلق خط هجوم الحراش والدفاع، دفاع الجمعية. فرقان اللي قائم بدوره الى حد الان كمدافع حر. الجزار اللي ضيع ما فيهش تفاهم، الجزار اللي يوجد من حين لاخر نفسه وحده كقلب هجوم، حيث مزياني نشاهدوه كذلك يساعد خط الوسط. بالتالي الجزار يوجد نفسه امام مدافعي الجمعيه. بن قاسي جهبويش فرقاني ويا من فرقاني والحارس نوري. شميلة من فرقاني القذفه، فرقاني اللي نعرفوه يتميز بالقذفات القويه. الرابي في محاوله استعمال الكرات الطويلة إلا أنه يضيع هذه المرة. تماس للشاب رحموني اللي يلعب كمدافع أيسر حقيقي. مراد. نعم الحبيب. مساء الخير مراد. مساء الخير. بعض النتائج الجزئية، التعادل بين ترجي ميكانيك قلمة وفاق نفط السقيف، انهزام شباب ميكانيك بالكور في 20 اوت امام مولودية نفط وهران بهدف لصفر، تفوق عين البيضاء على سعيدة هدف لصفر. بينما هنا الحبيب لو سمحت كانت قذفة قوية من فرقاني للمرة الثانية، كانت فرصة للجمعية وتصديها من طرف الحارس نوري. وصل الحبيب. اذا تلمسان متفوق على عنابه بثلاث اهداف لصفر، بينما غليزان متفوق على عين مليله بهدفين لصفر. تفضل مراد. شكرا. صفر لصفر بين الحراش والجمعيه هنا بملعب اول نوفمبر بالمحمديه. وركنيه لصالح فرقاني على يمين الحارس النوري طويله وتخرج الكره بعد القذفه القويه من نفس اللاعب اي فرقاني للمره الثانيه. حقيقة قذفات وكذلك محاولات هجومية من كلا الطرفين، وهذا يشجع الكرة الجزائرية ككل. من حين لآخر نشاهد لقاءات مثل هذه، لقاءات تتميز بمستوى كبير، يتميز بالإرادة وكذلك بالفنيات ولعب جماعي موفق وخطة تكتيكية. وهذا الشيء قلت يشجع الكرة. دونيسي
اتصال. وفي الاخير الحارس نوري راح قائم بدوره الى حد الان. ثم مدة شوف تغيير الاماكن كذلك مدة اللي انطلق اتجاه او من ناحية اليسرى يغير المكان. شاهدوه في وسط الميدان دغيغ مع بحبوح. وحاول على الجهة اليسرى من جبار والانطلاقة هذه متبوع بحربي يبقى جبار وفي الأخير حربي يخرجها تمام. أدغيغ من أدغيغ والنوري في الأخير وصل القمة. رائعة من نوري. نوري اللي تميز بالقامة الطويلة تسمح له باش ياخذ كل الكرات العالية. عبسي ويحصل على مخالفة. تبادل كذلك المكان بين مدان ودونيسي. دونيسي يصبح يلعب على الجهة اليسرى ومدان على الجهة اليمنى. محاولة هذه من فرقان جاء رحموني والدفاع مزياني. انطلاقة من مزياني موجود انطلاقة من جزار. تبقى الخطورة مدان على الجهة اليمنى. مدان يدخل و ما فيه حتى شيء. الحكم سيد عثمان اللي قايم بدوره الى حد الان لعب نظيف روح رياضيه عاليه. وثلاثين دقيقه لعب النتيجه 0-0 بين مناجم الحراش والجمعيه. حاول الدفاع محروس حراسة مشددة من طرف القفا الأيسر كراز لأنه من حين لآخر يوجد الثغرة لكي يفتح اتجاه بويش. كراز ثم حربي وفي الأخير بشوش. لونيسي يتحرك كثير الشاب لونيسي. جزار شوف وضعية قلب الهجوم كذلك الجزار اللي ما يبقاش وحده كقلب هجوم إلا أنه أصبح يغير المكان. والانطلاقة هذه على الجهة اليسرى من لونيسي تكسر نوعا ما. اللاعب لونيسي كان من افضل الفتحه بعد المراوغه. رحموني ما ادري غير اللي عودنا يصعد كثير على الجهه اليسرى لانه اليوم يبقى محتفظ بمكانه كمدافع حر وهذا ربما رجع للخطوره
الهجوم سوق المحاولة هذه. فتحة والجزار تقلب هجوم ومخالفة. بالفعل كان الجزار استعمل يد استعمل كان سبب في مخالفة لعب طريقة الارتكاز اللي ما تسمحلوش قوانين اللعبة وبالتالي مخالفة. عثمان حكم المقابلة اللي يطلب من الجبار عدم الاحتجاج قائم إلى حد الآن بدوره كما ينبغي السيد عثمان. وإلى اتجاه الجزار مدان تبقى الخطورة والكرة عند الجزار مزياني والدفاع مدان ويعرقل عرقل ومخالفة لصالح بعد 30 دقيقة لعب نتيجة 0-0. شوط أول ميز بمستوى لبس به خطة هجومية خاصة من جانب الحراس. هذه فتحة وعمارة تبقى الخطورة من الجزار قوية والدفاع مزياني كراج ورحمون في الأخير لهذا شوف في تهدئة اللعب وفرقاني عبد السلام وفقش اللعب بحبوح فرجاني تهفويش اللي متبوع به بشوش إرادة من جانب الحراس. تبقى الخطورة ويدخل المنطقة صدمي وحرب في الأخير لحارس النوري اللي ما يوفقش في أخذ الكرة هذه وبالتالي ركنية لصالح الجمعية. حماس كبير في الميدان وكذلك في المدرجات. هي لطموحة للعب الأدوار الأولى وطموحة لبطولة الموسم. أما الحراس اللي همها الوحيد هو الخروج من الركنية هذه. قلت الحراس همها الوحيد هو الخروج من المرتبة اللي ما تعدهاش إلى حد الآن مرتبة 16 ده نظرا للعب لعب هذا الفريق يعني من ناحية اللعب الجماعي وكذلك الفرديات. الجزار لمدان ثم الدفاع دفاع الجمعية اللي يحتل المرتبة الثانية حاليا دفاع قوي حفاف تدغيغ رحموني وصدمي من حين لآخر لارباس وكذلك بوزار سجل عليه 7 أهداف إلى حد الآن. أما اتحاد ملازم الحراس فدفاعه يحتل المرتبة 15 سجل عليه 17 هدف خاصة النتيجة أو الهزيمة الثقيلة أمام غليزان ب4-1 مدام ما ابتسام بن عمار ميلا ليلونيسي وحفظ الحارس عمارة
بعد 40 دقيقة لعب، نتيجة 0-0. بويش، شوف بويش صعوده حتى وسط الميدان لتلقيه الكرة. حيث كان محروس، حراسة مشددة من بشوش. لونيس. بن عمر. هذه مدان. يفتح مدان الجزار امام لاعبين اثنين مزياني. تبقى الخطورة والدفاع. شوف الدفاع الجمعية. يقوم بتهدئة اللاعب بعد تلقيه الكرة، خاصة بعد المحاولات السريعة من طرف الحراس. ويحصل على ركنية بعد تدخل سريم. ركنية إذن على يمين الحارس نوري من تنفيذ فرقاني. طويلة من فرقاني. صادمة قوية وتخرج الكرة. دقيقتين قبل نهاية الشوط الأول، هذا الشوط الأول اللي يتميز خاصة بلعب جماعي منسق من كلا الطرفين، إلا أنه تميز بأكثر سرعة وخطة هجومية أكثر من جانب الحراش خاصة على الجهة اليسرى، وتغيير الأماكن من حين لآخر بين مدان لونيسي مزياني وبن عمر ليضيعوا فرص، إلى جانب كذلك الجمعية بعد القذفتين من فرقاني. لأنه تبقى النتيجة نتيجة سلبية 0-0. شوف الحكم السيد عثمان يتبع اللقطة عن قريب، هذا ما يسمح له باش يتدخل في كل مرة. خط اللاعبين بن عمر، بن عمر يلعب وسط الميدان بعد اصطدامه مع لاعب آخر. هذا جناح منازم الحراش المدرب سيد جواد واللاعبين الاحتياطيين بن بوتجال غول سادي والحاج وعماري. كان صرح المدرب جواد بعد مقابله لجماعه منازم الحراش في ميكانيك قسنطينه بقسنطينه انه اللقاء كان ونفذ هذه المخالفة والدفاع. قلت صرح أنه اللقاء كان لا بأس به خاصة التحكيم، التحكيم اللي كان في المستوى. كان فريق قسنطينة ما عرفش كيف يستغل الفرص بعد خاصة اللعب أو الإرادة اللي تميز بها دفاع الحراش بقسنطينة. تماس لصالح الحراش من لاعب سريم. ومرة ثانية تماس الأيمن ينفذوا لاعب سريم المدافع الأيمن للحراش جزار. جزار شوفوا وحده من حين لآخر ما يقدر يعمل حتى شيء. وفي الحين بالذات يعلم الحكم السيد عثمان على نهاية الشوط الأول.
هذا الشوط اللي تميز بمستوى لبسه بانطلاقه سريعه من كلا الطرفين، خاصه من طرف منازم الحراش والمحاولات اللي طيحها، لجانب كذلك محاولات الجمعيه. اذا الشوط اول